أتاني شهيد يوم تابعين البشر في مصر وفي كل مكان، معاكم سوايب الجديد زي ما حضراتكم شايفين معانا عربية بيجاتو بتمشي على الأرض وبتمشي في المية زي ما حضراتكم شايفين معانا، تحفة فنية على أرض مصرية. معانا ومعاكم الأستاذ سامح سعد، متخصص في الألعاب المائية. أستاذ سامح، برحب بحضرتك وسعيد بالقاي معاك. ربنا يخليك. عايزك تقول لي ايه التحفة الفنية دي؟ دي حاجة احنا عملناها، كل الناس بتبقى عشاق الجيت سكي، بس في ناس كتير بتبقى متخوفة من موضوع الجيت سكي اللي هي تقع والكلام دوت، فعملنا لهم نفس الإثارة اللي انت بتعيشها في الجيت سكي على هيئة عربية، وفي نفس الموضوع اللي هو ايه، ما ينفعش اللي هو يقع لانها فيها كل وسائل السيفتي والامان اللي انت محتاجها والتجربة اللي انت بتعيشها على الجيت سكي، عملنا لك على شكل عربية. تمام، نتكلم الاول على الامان. تمام، عربية بتمشي في المية، الناس كلها بتقلق من المية، اوقات بيبقى معاك اطفال، واحد وخطيبته، واحد ومراته. نتكلم الاول على سبل الامان. هي العربية بتاخد 5 افراد، فيها كنبة زي الملاكي، يعني كأنك راكب عربية ملاكي، 2 قدام و3 افراد ورا. في تصنيع العربية ديت كنا بندور على موضوع اللي احنا نبقى العربية الستيبل بتاعها وهي ماشية في المية ما يبقاش فيه اي نوع من انواع المية تخش لهم، ما فيش اي نوع من انواع ميل العربية، فهي ستيبل تماما على المية، مهما كان تكون بتلعب ايه، جبت يمين جبت شمال، الموضوع ستيبل تماما والحواجز ليها. وفي نفس الوقت طبعا عشان السيفتي والامان جوه المركب بيبقى فيه لايف جاكيت، فيه اضواء نجاة. طيب اللي بيبقى راكب لما بتركب بيبقى لابس لايف جاكيت ولا لا ما بيبقاش لابس؟ اللايف جاكيت تحت كل كرسي موجود الحاجة بتاعته، فمش شرط اللي انا ابقى مجهز ليها، ومجرد برضو ايه الموضوع في المالح بيبقى مختلف شويه، ممكن البسه الموضوع دوت عشان بيبقى فيه امواج، لكن هنا في النيل زي ما انت شايف الموضوع ما فيهوش هز حتى يمين وشمال، الاستيبل بتاعها مظبوط ما فيش اي مشكله خالص، فمش شرط طيب اللي هو يلبس. يعني هو لو هيركب في ميه بحر سواء احمر او متوسط بيبقى فيه لايف جاكيت. طبعا، لان بيبقى فيه بسبب ارتفاع الامواج والكلام ده كده، لكن في ميه النيل العاديه مش بيبقى فيه بالظبط لايف جاكيت. تمام، عايز اسال حضرتك برضو سؤال مهم. انت بتقول ان العربيه بتشيل لحد 5 افراد، هل اللي بيسوق العربيه بيبقى حد من الناس اللي بتاجرها ولا بيبقى حد من المتخصصين؟ لا اللي طبعا، يعني احنا عندنا هنا لازم يكون في العربيه ليها رخصه، واللي بيقود العربيه ليه رخصه برضو، لان عارف الاماكن المجر الملاحيه بتبقى ماشيه ازاي. يعني يعني اللي بيسوقها بيبقى معاه رخصه؟ لازم يكون مع رخصه مش ملاحية. من الاشخاص اللي بتقلق؟ لا مش من الاشخاص، لا للاسف خالص، لان ما ينفعش دوت خالص طبعا، القياده بتاعتها ممكن تكون سهله لكن ما حدش جربها، فمش طيب انت تخليه يجرب الموضوع يعني. طيب عايز اسالك، بتختلف ايه عن العربيه الحقيقيه؟ يعني هي دلوقتي مصممه كل حاجه كانك سايق عربيه ملاكي. بالظبط. تمام، ال 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 بتختلف ايه بقى مثلا في الغيارات؟ ليها غيارات، سرعاتها هي بقى زي الاوتوماتيك بالظبط، الغيار الدي في العربيه اللي هو بيجيب قدام، هي بالظبط نفس الموضوع بيجيب قدام، بس سرعتها باليد بالريموت، كل ما تزود كل ما سرعتها تزيد. يعني السرعه انت بتتحكم فيها منين؟ زي نفس النظام العربيه الملاكي؟ لا، هي العربيه الملاكي هي ديت بس معموله عشان احنا هنا في مواصفات النيل ممنوع احط المكن جيت سكي، فديت معموله بطريقه المكن الاوت بورد، مكن الاوت بورد بيبقى باليد زي ما احنا باليد شايفين كده بتشتغل، وتزود سرعتها لو هجيب قدام، لو هجيب لورا نفس الموضوع. يعني العربيه بتخش لورا ولقدام؟ طيب ممكن عن طريق نعمل كده ورا وقدام؟ هات ورا كده زي ما انتم شايفين العربيه رجعت لورا، هات قدام. تمام، وفي زي دواسه البنزين كده، كل ما مفيش دواسه، هي نفس الريموت دوت، كل ما بتزود اللي هو ماسكه بايديه ده. بتزود ازاي؟ طيب هات كده قدام، كل ما يزود كل ما كل ما بيضغط عليها لقدام كل ما سرعتها بتزيد، كذلك للخلف برضه، وكذلك للخلف. تمام، نفس الامكانيات العربيه الملاكي العاديه. بس الحاجه الوحيده اللي هي مش موجوده اللي ما فيهاش فرامل، بس هي الحاجه دي تمام ماشي، ما فيهاش فرامل، بوقفها ازاي كل ما برجع بالهاند؟ مجرد ما بتعمل ستوب
سرعتها بتخف على طول. الستوب ده بيبقى اللي هو المور اللي هو في النص بالظبط. يعني انت لو انا خدته لقدام العربيه تخش لقدام، لو انا خدته لورا العربيه تخش لورا، لو في النص كده العربيه بتبقى بتقف بالظبط. تمام. الفكره بقى الجهنميه دي جت، الفكره دي فكره صديق لينا، عايز اقول لكم المفاجاه، العربيه دي من A to Z انتاج مصري. مصري بالكامل. بالكامل. طب ما احنا جامدين. فكره طبعا احنا جامدين قوي. مع العلم صديقي اللي هو كريم امين صاحب المصنع اللي عمل الموضوع دوت، ما شاء الله بيصدر ل 55 دوله. يعني احنا مش عاملين الكلام ده هنا في مصر، احنا بنصدر بره كمان. يعني كل العربيات اللي انت شايفها في دبي، في امريكا، في اكتر من دوله كتير جدا اللي احنا بنشوفهم، بيبقى لو شفت الشكل ده، ده الشكل ده بيبقى مصري. مع العلم ان احنا في كذا شكل غير ده، يعني في شكل جي كلاس، في دي نوعها ايه؟ دي باجاتو من البوجاتي. من البوجاتي بالظبط. طيب الفكره بقى، انت بتصمم، انت بتقولي ان دي من الباجاتو، بيبقى في تاني ايه الانواع التانيه اللي انتوا بتصمموها؟ في جي كلاس. جي كلاس. في كورفيت. تمام. في بورش. ثلاث انواع دول بالظبط. وفي يعني برضو لسه في دول حاليا موجودين. في بعد كده بنصنع ميني باص. ميني باص عشان ياخد عدد اكبر في الموضوع. ده احنا ده ممكن اعمل فرع في الميني باص ده. طيب التصنيع بقى، الخامات بتاع العربيه نفسها كلها، من الفرش للفايبر للكاسيت للتابلو لكل ما هو انت شايفه كده قدامك، ده كله مصري ما عدا المكن طبعا. كله مصري. كله مصري. طيب النوع بتاع ده ايه؟ ده فايبر جلوس. الفايبر جلوس دوت نوع من انواع البلاستيكيات طبعا، عشان وسائل المياه تبقى غطسه عن المياه. من اجود انواع الفايبر جلوس، رش دوكو عادي زي رش العربيه. وبتختار اللون اللي انت عايزه، بناء على اللون اللي انت عايزه بنعمل الالوان اللي انت عايزها والاشكال اللي انت عايزها. طيب العربيه دي مصنوعه بقالها قد ايه؟ البوجاتي بقى لها حوالي سنتين. سنتين. معمول منها كام عربيه في مصر دي؟ هنا في النيل دي اول عربيه. في النيل اول عربيه. على مستوى البحر الابيض في حوالي سبع عربيات. تمام. انت قلت لي ان احنا بنصدر ل 55 دوله. تمام. يعني التصدير وتكلفه العربيه لو حد عايز يشتريها بيشتريها ولا ما بيشتريهاش؟ طبعا، يعني لو حد عايز يمتلكها تبقى بتاعته. طبعا بيتواصل مع كريم صاحب المصنع، والحاجات دي بتتصدر بكل سهوله، لان الحاجات دي ليها شهاده منشا وشهاده سيفتي. كانك بتجيب عربيه من الصين من المانيا، بتتصدر عادي جدا. مثلا. طيب عايز اسالك تمنها كام لو انت هتشتريها؟ لا ديت عشان انا مش صاحب المصنع، فديت يعني دي على حسب بقى اللي بيتوجه لكريم، هو اللي بيقول له الموضوع ايه. طيب الرحله مدتها قد ايه؟ هي دي بتتاجر. ايجارها بيبقى بالتايم. بالطيب. على حسب التايم اللي انت عايزه. ساعة، نص ساعة، ربع ساعة. الاماكن بتاعتها دي موجودة باذن الله، هيبقى في انتشار ليها. هي موجودة حاليا في نادي الشرطة للتأديف تحت شيراتون القاهرة، وفي المعادي عند نايل كريستال. يعني احنا عندنا نوعين، يعني واحدة هنا وواحدة في المعادي. في المعادي، والثالثة قريبا بإذن الله في ممشى أهل مصر. طيب هي التايم بتاعها بياخدها بيمشي بيها زي ما هو عايز، بيبقى معاه السواق تبع العربية. بالظبط. يعني بيركبوا أربع أفراد. أربع أفراد غير اللي بيقود السيارة. المدة بتاعتها بقى بيبدأ من ربع ساعة، من نص ساعة، ساعة، صح؟ بالظبط كده. تمام. طيب الـ العربيه دي بقى مثلا لا قدر الله لو حصل ليها مثلا اي عطل، بتتجاب ازاي؟ بتخرجها ازاي؟ لا هي كده كده فيها وسائل امانه زي ما احنا قلنا، وفيها مئداف حتى لو في اي عطل في المكن، بالمئداف بتوصل لاقرب شط طبيعي جدا يعني. بالمئداف. بالظبط. حتى لو هي زي المركب. بالظبط كده. وحتى لو هي في اماكن بعيده بيبقى في مثلا لانش تاني او عربيه تانيه ممكن تطورها عادي جدا. طيب الموتور اللي فيها ده بيشتغل ببنزين ولا بكهرباء؟ بنزين ولا عادي. جدا. يعني زيها زي اللانش بالظبط. زيها زي اللانش. هي يعني متاخده فكرتها من فكره بالظبط اللانش. تمام. بس الهيكل هو اللي مختلف. تمام. الناس بقى اول ما ركبتها، اول ما شافتها، ايه اول تعليق جه لحضرتك؟ طبعا هو موضوع ناس كانت مستغربه جدا، والتعليقات كانت كثيره جدا. ده كان ماشي مثلا على الكوبري ولقى الدنيا زحمه فقال لك كمل في الميه.
فالموضوع من ساعه ما نزلت العربيه الحمد لله يعني ليه تسوق كتير والناس كلها بتسال عليها بس احنا كنا مستنيين بس لغايه ما نخلص تراخيصها والحمد لله خلصنا التراخيص بتاعتها وهي دلوقتي شغاله ليجل تماما جدا يعني. تمام. انا لو جيت معايا رخصه سواقه عربيات ملاحيه باخدها لوحدي؟ لو انت معاك رخصه رخصه سواقه بديك بس الشخص الدليل عشان انت محتاج دليل بس يبقى معاك. لكن انت لو معاك رخصه عادي جدا. تمام. نصيحه بقى للناس اللي ما جربتش المتعه بتاعتها تقول لهم مهما احكي لك عن الموضوع الاشتياق والاثاره بتاعتها مش هتحسها غير لما تركبها، بس الموضوع ممتع جدا 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 فوق ما تتخيل. بتختلف ايه عن اللانش؟ زي ما انت شايف انت راكب عربيه بجد بكاسيت بمراياتها بشكلها بتشغل كاسيت بقى، يعني لو اتنين مخطوبين يقضوا احلى خروجه هنا بالظبط كده، واحد ومراته يعني بدل ما يروح اوتيل يجي يعمل لها. لا ودي بنعمل بيها كمان حاجات تانية احلى. زي ايه بقى؟ يعني مثلا زي ما انت شايف اللي في مراكب عليها افراح فبجيب العريس والعروسه يعملوا زفه حوالين المركب زي العربيه ما بتعمل زفه في الشارع. لا احنا بنعمل الزفه دي برضو في يا سلام. لا ده سلطنه اللي انت بتعمله ده سلطنه. تمام. ايه تاني عايزين نعرفه عن العربيه؟ كاسيت، سماعات، العربيه بموتور، بتشتغل ببنزين ولا بكهرباء؟ بنزين. تمام. الـ مثلا استهلاكها بقى من البنزين هل زي العربيات الحقيقيه ولا اقل؟ هي استهلاكها اكتر شويه لان المواتير البحريه بتبقى ضغط شويه عليها، فبيبقى استهلاكها البنزين يعني ممكن يضاعف استهلاكها عن العربيه شويه. تمام. يعني الباور هورس بتاعها بيبقى اعلى شويه. العربيه ما بيدخلهاش اي ميه طول ما انت راكب خالص. خالص. طيب ممكن لا قدر الله تتقلب زي العربيات اللي بتتقلب في الحياه؟ لا خالص، دي خالص دي ليه بقى؟ هي واخده يعني هي في تصنيعها معمول لها اللي هي مهما كان ما تتقلبش تماما، حتى لو هي في البحر وامواج عاليه ما تتقلبش تماما، لان الجسم بتاعها من تحت مصنع مطاطي بطريقه مش مطاطي، بطريقه اللي هي مهما كان الموج ما يصدش فيها يخليها تجيب على الجنب بتاعها كده، حاجه اسمها ارينا. ماشي. انا سعيد جدا مبسوط جدا ان انا عملت اللقاء الجميل ده مع حضرتك. شرفنا بيكم. ربنا يخليك يا رب. رساله توجهها لكل الناس اللي ما جربتش العربيه دي، ييجوا يجربوا العربيه، الموضوع ممتع جدا جدا جدا، ومهما كان احكي لك عليها غير لما انت تكون راكب فيها. بشكر حضرتك جدا يا استاذ سامح، وشرفت مصر كلها بالاختراع الجميل ده. احنا بنحاول بس ننشط التنشيط السياحي عندنا في مصر، وباذن الله تشوفوا منتجات احسن من كده. ايوه. بمناسبه تنشيط السياحه، ايه كان تعليق الدوله على حاجه تحفه فنيه زي دي؟ الحمد لله واحنا بنقدم اوراق عشان نبقى ليجل، كان كل الناس متساهله معانا في فكره ان احنا نطور الموضوع اكتر كسياحيا، لان كل ما هنعمل منتجات زي كده بشكل شيك بطريقه كويسه بطريقه امنه، ده طبعا بيخلي الموضوع بالنسبه لنا منظر احلى واشيك بكتير عن طريقه اللانش العاديه عامه. يعني حد بيقول لك هي اكيد محطوط فيها جي بي اس، بقول لك برافو عليك جدا حبيبي، ربنا يخليك. محطوط فيها جي بي اس؟ بتمشي بيه او كده؟ طبعا لازم. تمام. في حد بيطلب منك ان انت تتمشى بيها شويه كده؟ يلا. اعزائي مشاهدي ومتابعي مباشر من مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا، كنا معاكم من هنا من على ضفاف نهر النيل بوسط القاهره، خلفنا جراند حياه والفور سيزن وسوفوتيل الجزيره هنا في الامام، وخلفنا شيراتون القاهره و كوبري الجلاء للناس اللي بتسأل على العنوان. العنوان هنا أمام فندق الشيراتون زي ما حضراتكم شفتم معانا. زي ما حضراتكم شايفين العربية وجمالها، بنصح أي حد ما خدش التجربة الجميلة دي إن هو يجي ويستمتع هنا على ضفاف نهر النيل. بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة.